جزاكم الله خيرا. شخص أجهل اسمه وعنوانه أرسل لي مع أحد الأشخاص بعضا من المأكولات المعلبة، استفسرت من حاملها إلي عن اسمه وعنوانه وإن كانت هذه الأشياء بغرض حفظها أم مرسلة كهدية لي. أفادني بأن شخصا قابله في مدينة كذا وطلب مني أن يسلمني هذه الأشياء ولم يذكر شيئا عن اسمه أو عنوانه. احتفظت بهذه المعلبات قرابة العام ولم يظهر أحد يسأل عنها خوفا من انتهاء صلاحيتها. تصرفت فيها على أن أرد قيمتها عند المطالبة ومضى على ذلك 6 أعوام ولم يظهر هذا الشخص. وجهوني أسابكم الله. أحسنت بتصرفك هذا وتفادي تلف هذه السلع وانتهاء صلاحيتها، حيث استبقيت قيمتها عندك ولما لم تعثر على صاحبها وطاللت المدة، فأرى أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، فإن جاء يطلبها تخبره، فإن أقر الصدقة الحمد لله، وإن لم يقرها فإنها يكون ثوابها لك وتدفع له نقوده. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إنه تصرف فيها شخصا، تصرف فيها ببيعها وحفظ قيمتها. يقول نعم إيه نعم. إذن اللي يتصدق بالقيمة هذه. جزاكم الله خيرا. نعم. وأحسن إليكم.